445ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በርካታ የጾለት የሰላት እንዲሁም ደግሞ የዱዓ በርካታ የመልካም ተግባራት የተከወኑበት የረመዳን ጾም ተጠናቀቀ። እነሆ ዛሬ የኢዳል ፈጥር በዓል ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ በዓል ላይ በርካቶች ለመታደም በዚህ በስቴዲየም ተሰባስበዋል። በርካታ ቁጥር ያለው ምዕመን ከአራቱም አቅጣጫዎች ወደዚህ ስፍራ እየጎረፈ ያለበት ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው። አሁንም በዚህ ስፍራ ላይ በርካታ ምዕመኑ ይህንን የኢዳል ፈጥር የሰላት ስነስርዓት ለመታደም በዚህ ስፍራ ላይ ነው የሚገኘው። 1445ኛውን የኢዳል ፈጥር በዓል የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከዚህ ከስቴዲየም ወደ እናንተ የሚያደርስ ነው የሚሆነው። በሁሉም ቋንቋዎቹ ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቹ ይህንን የኢዳል ፈጥር ስነስርዓት በተለይም የዚህ በስቴዲየም አካባቢ ያለውን የሰላት ስነስርዓት ሙሉ ድባቡን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በረመዳን ወቅቶች ሲተገበሩ የነበሩ መልካም ተግባራት በዚህ በበዓል ወቅትም በርካቶች በመተጋገዝ እንዲሁም ደግሞ ያላቸው ለሌላቸው በማካፈል የሚያሳልፉበት ትልቅና ደመቅ ያለ በዓል ነው ይህ የኢዳል ፈጥር በዓል። እንደሚታወቀው በጾም በጸሎት የታለፈባቸው 30 ቀናቶች አሉ። ሙሉ 30 ቀናትን በዘንድሮ ዓመት የረመዳን ወር የተከወነበት ጾምም የተከናወነበት ስርዓቶችን ማሳለፍ ችለናል። እነዚህ መልካም በጎ ተግባራትም አሁን በሚቀጥሉት ጊዜያቶችም ስንቅ ይሆናሉ። ምክንያቱም ይህ የረመዳን ወር ለበርካቶች የነፍስ ማጥሪያ የመልካም ነገሮችን መማሪያ ተደርጎ ይወሰዳልና በቀሪ ባሉት ዓመታትም እንግዲህ ይህንን ተግባራቸውን አስቀጥለውበት ይሄዳሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እኛም ለ1445ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል እንኳን አደረሳችሁ። ኢድኩም ሙባረክ ተቀበለላህ ሚና ወሚንኩም ዋንቱም ቢል ኸይር እንላለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን አሁንም ከእኛ ጋር ሆናችሁ ይህንን የኢዳል ፈጥር ስነስርዓት እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። በተለያዩ ቋንቋዎች ከዚህ ከስቴዲየም የሚኖረውን የሰላት ስነ ስርዓት እንዲሁም ሌሎች መልእክቶችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። አብራችሁን عدد الحصى وعد الحجر الله اكبر الله اكبر وعد المدر وعد الشجر الله اكبر الله اكبر وعد الورق وعد الثمر الله اكبر الله اكبر على المصطفى من بين البشر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحانه الله اكبر الله اكبر سبحانه الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال سيدك الناس سنه 2040 موضوع كي قرات عيد الفطر عفايده اساك ابن حسين تا وكيف در اللي جيت هنا استديو ملي على فاطمه الاستاذ مسلمون متا اديس ابا كي دريفه كما تقوها عفايده تعقل جيت مرا اوكا ديرو تبعك انا مساعه تبعك حالما عفايده مسلمين بدا يبرقيت انت المسلمين امتا ان كنت نعفر امتا لك عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال سنكنا
الله أكبر الله أكبر أي نعمة إيمان الأوفر الله أكبر الله أكبر ونحمد حمدا موفر الله أكبر الله أكبر على مولا ولا كرذر الله عيد مبارك كلنتو عن أو أنا أقصد دا وضيال وحد كسود واتان برامج كي عيدة وتوصل إيجي من إياه ستاريام كوين مقالة دا رسابة كاسو أي سوق سوى ضبحيا نمان مسلمين تكون المقالة دا رسابة أو يكون أو جدونا صلاة عيدة دا وضيال هالك لا يا وحن لا في دي قصة تمين دونا سايو دا عيسو صلاة عيدة مقالة دا رسابة ساعة دا وضيال ركتان بوحا سكو صبحيا أو يمن إياه مقابل الله صلاة الصبح كدي مرقلة تقدي دمان شعبين مسلم كي يكون ولا رسالة وشعورته موجني سواء سكدوانا شاي معناها شعائر الإسلام كاس كسودوان شاي استعار كمسلمين تاي موجني سا لما شعوبها شعوبها يقوم يذا كلا دوان يكون المقالة هذه سوا أيا سوا كلا إيمانا يا حافظا كلا دوان المقالة هذه سوا يقو إيمانا يا هل كن قرون كوين المقالة هذه سوا ربنا إن يكو أوجان شعائر كمدا شعائر الإسلام كا أيقوين صلاة عيدة عيد الفطر كا داو ذي الله كأي أقصد النهاية عن ستوسي نقصه قد بدونا عيد يوم مناسبة سعود عضو هذا داو ذي الله رتال ولوحة سعود تكبرت ووحل سكة يا دبان تديوكي شعبتي كانت وناين يمدان وحس عاد أهل عيد فطر كا وكدوي هي عيد عبر فتاة ذي الله عيد فطر كا يا داو ذي الله ويا قانا إن أنا هري الله بالله بنو إلا لقى قاعد يو ما سطح ما الله معنا إلا لقى قاعد يو أي شوكت عيد فطر كا سطح ذا برق إن مالك قاعد يو inta kooray sana la sabii iyo loogu tala galay inay dadku soo iftaraan oo waxa ay soo cunaan soo noqdaan kadibna yimaadaan sidaasna ay ku ogaan ciida loogu tala galay marka ay waana sawtay waxa ay kaga duwan tahay tan kale ee ciida arabo iyo loogu tala galay in xilli hore la yimaado xilli hore lagu kala tago si si dhaqsa ah loogu qolo wixii la qalay tan wixii la bixinayo ee macnaha taga dubdaya in waqti loo helo oo cid walba iyo waqti ay sadaa ay bixiso kadibna la yimaado salaad oo saarka lagu ogo waxa kamid ah shacaarta islaamka in isku soo baxa salaad la tukanayo ciide la soo soo baxo meel banana oo weyn taas oo isugu imanayaan dhabaan shacabka magaalada ku nool ee islaaminta ah hal meel oo weyn ay soo wada imanayaan iga soo jirto meel kale gaar oo lagu tukanayo darab halkani waa meesha ugu weyn ee magaalada dhisaba garoonka ugu weyn kaas oo la buuxin doono garoonka iyo agagaarkiisa ba dhamaan daawada halkan ayaan si toos ah igu soo toobin doona waxaan ilaahay ciid mubaarak sanad walba inagoo caafimaad qabna sanadka sanadkiisa allah inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad san muhammad وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر 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 الله كم جمتو تا داو تو تكينيا ستاديم مغالا في فنيت ترغم نا ياني ديال فطر وغان كوم ني توكوم دي بافري في افرتمي شني فان ساغا ار كبجم ترغما يرو اما كان سيغا غرا ستاديم تور دوفتو ني امنت تشا سينات كان سانترني ايانا بركن ار دي سيغار غا وان غرا غرا كان دربنا كاتي كان سمات جرو دوفتو ني امنت تشا سيغا كان لتي دان غرو دان كدنا سينات كان سانترني لمون هيدو نم مالي غرا ستاديم سينات كان سانترني ايانا كان ار دي سيغا صدركا منمري ديموتي اسلام ماي ethiopian dat nergan gara gara le ni darba jadamet kayne gamo hayani ci sega guya rakana bifa gara gara tin aka kabajamu fi kadannan asitte tasfamulani proftoni amanticha ayani ci ayana kamia gara fundratisi hawasni amanticha malgochu ti aka kabul lerga wan gara gara kan ti darba kate daga kan ode fanne ti jiru hawasni akuma sina marga ti jirtan gara stadiumi magada fi finne senulani hayani ci kabajachu da fega kopi gara gara ta sat kar sanjrani lusega duka budani wanne na sititan simbranka kakabsinta الله اكبر كما في الكتاب حقا مسطر الله اكبر الله اكبر خصوصا على ما هو الاكبر الله اكبر الله اكبر عن نعمة الايمان الاوفر الله اكبر
مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم، كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك. هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي تنقل لكم فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في استاد الكبير، ومن هنا ننقل لكم كل الفعاليات لمصلى العيد. والآن بدأ التوجه إلى مصلى العيد ووصل إلى مكان مصلى العيد العديد بالصباح الباكر، وسيتم إقام الصلاة بعد ساعة من الآن. تتابعون على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي بجميع اللغات، باللغات المحلية وباللغات العالمية، فعاليات هذا العيد ننقل لكم أولا بأول، وكونوا معنا إلى الأخير. الله أكبر لغير الباري، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر سبحانه، الله أكبر، الله أكبر سبحانه، الله. Bonjour chers téléspectateurs, bonne fête de l'Aïd al-Fitr. Nous sommes en train de vous diffuser la transmission directe du stade d'Addis Abeba, l'événement de l'Aïd al-Fitr. Comme vous le voyez ici de mon arrière, les rassemblements fidèles sont en train d'entrer au stade d'Addis Abeba pour célébrer l'Aïd al-Fitr. Et les gens se rassemblent maintenant de tous les coins de la ville d'Addis Abeba et de son alentour, de la ville de Chakr et d'autres villes aussi. Et comme vous le voyez, ça déroule de manière colorée et les gens sont en train de se rassembler pour avoir une bonne ambiance et une bonne fête de l'Aïd al-Fitr. Et nous sommes en train de vous diffuser maintenant l'événement. Et maintenant, ça commence, la prière va commencer après quelques minutes ou une heure. Et on va vous diffuser aussi ce qui va passer et le message que les fidèles et les dirigeants, les pères religieux vont transmettre à cet égard. Et merci de nous avoir suivi de manière attentive. Bonjour. الله أكبر ولا يقدم ولا يؤخر الله أكبر الله أكبر والحمد لله حمدا مكثرا الله أكبر الله أكبر على ما أولى ولا يقدر الله أكبر الله أكبر بعد ولا كيل لا يحصر الله أكبر الله أكبر كما في الكتاب كم مسطر الله أكبر الله أكبر خصوصا على ما هو الأكبر الله أكبر الله أكبر عن نعمة الإيمان الأوفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر 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 يقول لهم سراج الأنوار الله أكبر الله أكبر إذا رجعوا من ذاك الأصغر الله أكبر الله أكبر لقد رجعنا لذاك الأكبر الله أكبر الله أكبر تمام الخبر حق مصدر الله أكبر الله أكبر صلاة الباري بديع الفطر الله أكبر الله أكبر على ذا الساري ليلا كالقمر الله أكبر الله أكبر والعلي ثم صبي المخير الله أكبر الله أكبر وتعالي لهم بما تقر الله أكبر الله أكبر قولا وفعلا أقدم منور الله أكبر الله أكبر بنور الإيمان ولقر ذر الله أكبر الله أكبر ونسأله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أن يرزقنا جهاد الأكبر الله أكبر الله أكبر يقارنها جهاد الأصغر الله أكبر الله أكبر وكل عسر لهم ميسر الله أكبر
أكبر الله أكبر إن عوزنا جهاد الأكبر الله أكبر الله أكبر يسر لنا جهاد الأصغر الله أكبر الله أكبر بجاههم يا من تكبر الله أكبر الله أكبر واجعلنا ربي ممن قرنصر الله أكبر الله أكبر خير الأديان على فانتصر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر انصرنا مولى على من كفر الله أكبر الله أكبر سرا وجرا بفخر مضر الله أكبر الله أكبر وأجدادهم من ذوي الكبر الله أكبر الله أكبر وجداده ذوات الخفر الله أكبر الله أكبر من أصل البشر وأم البشر الله أكبر الله أكبر إلى المنتهى كل معتبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عيد مبارك الله أكبر الله አሁን በአብሮነት ስናከብር በመካከላችን ሰላም ይነግሳል በመተጋገዛችንም የበዓሉ ትሩፋት ተቋዳሽ ያደርገናል Gift Real Estate ከአስር በመቶ ቅድመ ክፍያ ጀምሮ በአፓርትመንቶችና በንግድ ሱቆች ላይ ልዩ የበዓል ቅናሽ ማድረጋችንን ስንገልጽ በደስታ ነው መልካም በዓል Gift Real Estate ማህበረሰብን
تقوام إيتيو تيليكوم إيد مبارك إثيوبيا إلكتريك هاي لما اللو يسلم النامنة تكتوش بملو انقوال ليدا الفطر بقال بسلام عدرسات جيالة ملكا من يوتني قدسال تقواماتشن كاقزي ودقزي يادقي متعون يهيل فلاقوت باس تمامن هوني تال لما مولتنا بكتناو يهيل تسسروست تمراج إلكتريك هاي لأقرابي تقوام لمهون بتقاتس يسرق جنال بقنباتا ماتناكك أميراف لأي ميق جنون تال لقو يهي توبيا هداسي قدبن جمرو يتلايو يهيل مامنشات أبيوتشن كفتنيا يهيل ماستلالفيا مسمروشننا ما كففيات أبيوتشن بكفتن ኛ የውጭ ምንዛሪ በመገንባት ከተለያዩ ታዳሽ ኃይል ምንጮች ኤሌክትሪክ በማምረት ለደንበኞቹ በአስተማማኝ ሁኔታ እያቀረበ ነው። ይሁንና በከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ እየተገነባ ያለው የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ለከፍተኛ ስርቆት እየተጋለጠ ይገኛል። በዚህ የተነሳም ተቋማችን አስተማማኝ ኃይል ለማቅረብ የሚያደርገውን ጥረት ከማስተጓጎል ባሻገር አገሪቱ ላቀረቻቸው ዘርፈ ብዙ የልማት ግቦች ስኬት እንቅፋት እየሆነ ይገኛል። ስለሆነም ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሀገር የጋራ ሀብት የሆነውን የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት በያገባኝ ያልስሜት ከዝርፊያና ከጥቃት እንዲታደግ ጥሪውን ያስተላልፋል። በአሉ የሰላም የደስታና ያብሮነት እንዲሆንላችሁ ልባዊ ምኞቱን ይገልጻል። ኢድ ሙባረክ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። በአሉን በአብሮነት ስናከብር በመካከላችን ሰላም ይነግሳል። በመተጋገዛችንም የበአሉ ትሩፋት ተቋዳሽ ያደርገናል። Gift Real Estates ከ10 በመቶ ቅድመ ክፍያ ጀምሮ በአፓርትመንቶችና በንግድ ሱቆች ላይ ልዩ የበዓል ቅናሽ ማድረጋችንን ስንገልጽ በደስታ ነው። መልካም በዓል። Gift Real Estates ማህበረሰብን እንገነባለን። محمد وعلى اولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونحمده حمدا موفرا الله أكبر الله أكبر على ما أولى ولو قد قرر الله أكبر الله أكبر من هذا الإيمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر أدى ما برى في بحر والبر الله أكبر الله أكبر مما لا يحصى بل لا يحصر الله أكبر الله أكبر لغير الباري الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلاة الله الكبير الأكبر الله أكبر الله أكبر يقارنها سلام الأوفر الله أكبر الله أكبر عدد الحصى وعد الحجر الله أكبر الله أكبر وعد المدر وعد الشجر الله أكبر الله أكبر وعد الورق وعد الثمر الله أكبر الله أكبر على المصطفى من بين البشر الله أكبر الله أكبر وقد رؤينا من بين الخبر الله أكبر الله أكبر الله الباري اختار البشر الله أكبر الله أكبر واختار منهم هاتيك الأحمر الله أكبر الله أكبر واختار منها قوع رجل الأحبر الله أكبر الله أكبر واختار منها بني ذا العمر الله أكبر الله أكبر أي أمر الأولى نزيل القمر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم اصطفاه الجواد الأبر الله أكبر الله أكبر من نسل عمر فكان الأخيار الله أكبر الله أكبر من بين الخيار كما في الخبر الله أكبر الله أكبر بديع الفطرة لله الأكبر الله أكبر الله أكبر عديم المثل من بين الفطر الله أكبر الله أكبر صلى وسلم عليه الأكبر الله أكبر الله أكبر والعالي ثم صحوب المعمر الله أكبر الله أكبر بطاعته ليلا ونهار الله أكبر الله أكبر عسرا ويسرا كذا في السفر الله أكبر الله أكبر كما في الهدر وما تقصر الله أكبر الله أكبر ومعظمها جهاد الأكبر الله أكبر الله أكبر يقارن الجهاد الأصغر الله أكبر الله أكبر سرا وجهرا كما في الخبر الله أكبر الله أكبر يقول لهم سراج الأنوار الله أكبر الله أكبر إذا رجعوا من ذاك الأصغر الله أكبر الله أكبر لقد رجعنا لذاك الأكبر الله أكبر الله أكبر تمام الخبر حقا مسطر الله أكبر الله أكبر صلاة الباري بديع الفطر الله أكبر الله أكبر على ذا الساري ليلا كالقمر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله كما مضى القضاء والقدر الله أكبر الله أكبر على خلقه من خير وشر الله أكبر الله بأزله كما قد عبر الله أكبر الله من غير زيد ولا يقصر الله أكبر الله ولا يقدم ولا يؤخر الله أكبر الله الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله حمدا مكثر الله أكبر الله على ما أولى ولا يقدر الله أكبر الله بعد ولا خير لا يحصر الله أكبر الله كما في الكتاب حقا مسطر الله أكبر الله خصوصا على ما هو الأكبر الله أكبر الله أكبر أعني نعمة الإيمان الأوفر الله أكبر الله الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر 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 وما كرم ضاع قضاء والقدر الله أكبر الله أكبر على خلقهم من خير وشر الله أكبر الله أكبر بأزلي كما قد عبر الله أكبر الله أكبر من غير زيد ولا يقصر الله أكبر الله أكبر ولا يقدم ولا يؤخر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر والحمد لله حمدا مكثرا الله أكبر الله أكبر على ما أولى ولا يقدر الله أكبر الله أكبر راد ولا كيل لا يسر الله أكبر الله أكبر وما في الكتاب حقا مصدر الله أكبر الله أكبر خصوصا على ما هو الأكبر الله أكبر الله أكبر أي نعمة إيمان الأوفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر ونحمد حمدا موفر الله أكبر الله أكبر على ما ولا ولا قرذر الله أكبر الله أكبر من هذا الإيمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر قد ما برا في البحر والبر الله أكبر الله أكبر مما لا يصاب ولا يسر الله أكبر الله أكبر لغير الباري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر صلاة الله الكبير الأكبر الله أكبر الله أكبر يقارنها سلام أوفر الله أكبر الله أكبر عدد الحصى وعد الحجر الله أكبر الله أكبر وعد المدر وعد الشجر الله أكبر الله أكبر وعد الورق وعد الثمر الله أكبر الله أكبر على المصطفى من بين البشر الله أكبر الله أكبر وعد الورق وعد الثمر الله أكبر الله أكبر على المصطفى من بين البشر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما قد مدى القضاء والقدر الله أكبر الله أكبر على خلقه من خير وشر الله أكبر الله أكبر بآزاله كما قد عبر الله أكبر الله أكبر من غير زيد ولا يقصر الله أكبر الله أكبر ولا يقدم ولا يؤخر الله أكبر الله أكبر والحمد لله حمدا مكثرا الله إذا كنت أبتدى دعوة تكيني أردي بلان بقى أياني ديال الفطر وقا كما تقوم بفضل يمرتب شاني فاني سنجيس لنجنة أياني تسقى بفهو أتي ناس استادية بمقالة في فنيت كيف ما تكيني نترو أياني كن دودا وانا كمي كبا حواس برتي على كمي كبا جماري مجرورتي كسم ما كبا ناس ترقمنا ميسا وجي والبرري آي قلو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أياني عيد الفطر يستي عيد الأضحى نك إسلاماتي وانت ربين كراغو دي نجل كباما نجناني غياكنا غنما نمني هجوسا هجو كل كلو فجو جل كباكا مديكا تا أيغسي هجو كل كلو فتا غاف معيد الفطر يتي غنما وانما مراسا وهي تمري سدي يوكيشن لكوفسا منغو نياتي منا بها baayyinaan takbiiraa jedha akkuma kunuu dhagaa jirtu kan ummanni ballaanii takbiiraa jechuun kun rabbiin guddisu jechuudha rabbiin quraana keessatti walitukmilu al-iddata walitukabbiru allaha alaa maa hadaakum walaallakum tashkuruun jedhe akkasin baatii ramadaanaa kana guuttattanii soomtanii akkuma kan ammoo rabbiin guddiftan tukabbiru allaha jechuun rabbii isin uume akkasin guddiftanii sababa inni isin qajeelcheef jecha karaa ka sirriirra waan inni isin buusee fi walaallakum tashkuruun akkuma kan ammoo ka rabbiin is galateeffattanuu fi tolanni isin itti oole kanarratti rabbiin galateeffata isa guddisaa akka baatanuu fi jedha kana jechuun maa inni takbiira yeroo salaataa salaataa isin jedha yeroo karaarra deemu isin jedha amma salaanni ciidaa ga'utti guyyaa ciid alfitrii kana takbiiraa jedhaati isaatii dabarsaa jechuudha. Sanbooda wanti godhamu baay'inaan namni naasii bahee jedhe gammachuusaa agarsiisaa waldubbisaa bagattiin sin ga'e jedha taqabbalallahu minna wa minkum saalihal aamaal jedha rabbiin nurraa isin irraa is hojii gaarii nurraa taqabbalu jedheetiyyi waliif kadhata jechuudha haala kanaan kan inni keessu guyyaa ciidaa dabarsu jechuudha. Keessumaayyuu ayyaan baatiin ramadaanaa baatii eebbifamaadhaa jedhu baatiitti firaa wal gaafatanii rakkataa gargaaranii baatii akkasitti jedhu baatii kana keessatti akkamitti dabarsitamme baatii tokko darbe kana. Baatiin kun egaa akka islaamaatti baatii iddoo guddaa qabu ofiisaatti guyyaa 39 haa ta'u malee yeroo akka islaamaatti kabaja guddaa rabbiin itti kenne quraanni qajeelfamni musliimaa inni olaanaan jechuudha baatii kana keessa kan rabbiin buuseedha akkuma kanas yeroo kana keessa akka namni hin jeeqamne rabbiirraan fagaanne rabbiin shayitaana qabee hidhee isinin waswaasuu shayitaana isinirraa hidheera lubbuudhuma keessan qofa injifadhaati natti dhihaadhaa jedhe yeroo kana keessa namni cibaadaa waan rabbitti isa dhiheessu sagada sagaduu haa ta'u quraana sana qara'uu haa ta'u rabbiin kadhachuu haa ta'u kanatti dabarse yeroo kana keessa wanti namatti tolu namoonni yeroo biraa baay'ee waliin gargaarres waliifis galaan laafnellee yeroo kana keessa wal gargaaruu wal bira dhaabbachuu hiyyeessa gargaaruun baay'ee aadeffatamaadha uummanni hamma danda'een kana godhaa ba'e. Firoota immoo yeroo biraa waluu yaadanne bilbilee wal dubbisuu haa ta'u qaamaa wal bira deemuu haa ta'u fitrii wal biratti gaggeessuu haa ta'u yeroo inni tokkummaa jaalala waliin qooddachuu qooddatee dabarsuudha yeroo inni keessa nageenya labsu aadaa bareedaa duudhaa bareedaa keessa dabarsuudha jechuudha yeroo namni jijjiirama amala isaa yeroo sana keessa ramadaana keessa yeroo kamuu sobuun akka dorgamaa ta'e. Ji'a kana keessa immoo yoo kan soobnu ta'e soobni keetuu faayidaan qabu jedhe kijibaan kan ragaa walitti baatu yoo ta'e soobni keessuun faayidaan qabu nyaataaf dhugaatii dhiisuun rabbiin biratti gatiin qabu jedhe amala kee sirreessitee jechuudha arrabni kan kennu sirriitti seera godhata
ijji kan kee waan hin taane ilaalu, harki kan kee waan badiin hojjetu nama gowwomsu, leenjii akkasii fudhatee bahee wal gargaaruu fudhatee bahee wal bira dhaabbachuu nageenya uumuu fudhatee bahee jechuudha. Ergaa akkasii of keessaa qaba. Ayyaana gaariis ni maata ayyee galatoma. Ayyee galatoma. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaanni Iid al-Fitr kan waggaa 1445 faana kanaan kabajamaa jira. Egaa sirni kadhannaasaa sirni kana booda egaa ayyaanichaaf gara maatiitti gaafa deebi'an hawaasni kan rakkate gargaaraa kan hin qabne deeggaraa akka kabajatan egaa namoota as ayyaanicha kabajuudhaaf sirna kadhannaa kanarratti argaman nu dubbisne suferaniiti jiru. Egaa waanneen as jiran ammas hordofuudhaan kan simbira qaqqabsiisnu ta'a. لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله اكبر 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 الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر والحمد لله حمدا مكثرا الله اكبر 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 لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعز من عذاب وحده لا اله الا الله والله اكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله اكبر 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 والحمد لله حمدا مكثرا الله اكبر الله
أكبر على ما لا ولا يقدر الله أكبر الله أكبر لا دين ولا كيل لا يسر الله أكبر الله أكبر ما في الكتاب حق مصدر الله أكبر الله أكبر خصوصا على ما هو الأكبر الله أكبر الله أكبر نعمة إيمان الأوفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر ونحمد حمدا موفر الله أكبر الله أكبر على ما أولى ولو قرذر الله أكبر الله أكبر من هذا الإيمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى ما برى في البحر والبر الله أكبر الله أكبر مما لا يصاب ولا يسر الله أكبر الله أكبر لغير الباري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله صلاة الله الكبير الأكبر الله أكبر الله أكبر يقارنها سلام أوفر الله أكبر الله أكبر عدد الحصى وعد الحجر الله أكبر الله أكبر وعد المدر وعد الشجر الله أكبر الله أكبر وعد الورق وعد الثمر الله أكبر الله أكبر على المصطفى من بين البشر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله الله أكبر 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 ونحمده حمدا موفر الله أكبر الله أكبر على ما أولى ولو قدر الله أكبر الله أكبر من هذا الإيمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى ما برى في البحر والبر الله أكبر مما لا يحسب ولا يحسر الله أكبر الله أكبر لغير الباري الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلاة الله الكبير الأكبر الله أكبر الله أكبر يقارنها سلام أوفر الله أكبر الله أكبر عدد العصا وعد الحجر الله أكبر الله أكبر وعد المدر وعد الشجر الله أكبر الله أكبر وعد الورق وعد الثمر الله أكبر الله أكبر على المصطفى من بين البشر الله أكبر الله أكبر وقد روينا من بين الخبر الله أكبر الله أكبر الله الباري اختار البشر الله أكبر الله أكبر واختار منهم هاتيك الأحمر الله أكبر واختار منها قريش الأبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر ثم اصطفاه الجواد الأبر الله أكبر الله أكبر من نسل عمر فكان الأخيار الله أكبر الله أكبر من بين الخيار كما في الخبر الله أكبر الله أكبر بديع الفطرة لله الأكبر الله أكبر الله أكبر عديم المثل من بين الفطر الله أكبر الله أكبر صلى وسلم عليه الأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله الله أكبر 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 سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله الله أكبر 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 كما قد مد القضاء والقدر الله أكبر الله أكبر على خلقه من خير وشر الله أكبر الله أكبر بآذانه كما قد عبر الله أكبر
الله أكبر من غير زيد ولا يقصر الله أكبر الله أكبر ولا يقدم ولا يؤخر الله أكبر الله أكبر والحمد لله حمدا مكثر الله أكبر الله أكبر على ما أولى ولا يقدر الله أكبر الله أكبر بعد ولا كيل لا يحصر الله أكبر الله أكبر كما في الكتاب حقا مسطر الله أكبر الله أكبر خصوصا على ما هو الأكبر الله أكبر الله أكبر عن نعمة الإيمان الأوفر الله أكبر الله أكبر ونحمده حمدا موفر الله أكبر الله أكبر على ما أولى ولو قدر زر الله أكبر الله أكبر من هذا الإيمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر عد ما برى في البحر والبر الله أكبر الله أكبر مما لا يحصى بل ولا يحصر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله الله أكبر 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 صلاة الله الكبير الأكبر الله أكبر الله أكبر يقارنها سلام أوفر الله أكبر الله أكبر عدد الحصى وعد الحجر الله أكبر الله أكبر وعد المدر وعد الشجر الله أكبر الله أكبر وعد الورق وعد الثمر الله أكبر الله أكبر على المصطفى من بين البشر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونسأله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أن يرزقنا الجهاد الأكبر الله أكبر الله أكبر يقارنها الجهاد الأصغر الله أكبر الله أكبر فيسر لنا الجهاد الأصغر الله أكبر الله أكبر واجعلنا ربي ممن قد نصر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأديس أبابانا كبابيو بركاتا حزب ودزيه يمتا سلهونا مالتم زناب سايبقرو ودزيه يمتا سلهونا ساعتاتشنن انتبك ألن لك كتواتو هلس ساعت كسلاسا سيهون صلاة انجمرا لن ساعتا چن اندتت ابك اسلهون ودزيه يمتا چوه يالا چوه مؤمنان بمولو هلس ساعت كسلاسا سيهون اندمي سجد اوك اچوه اندت متو الناس اسبال لن الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مليونو چونن اديس ابابا چنن اندمك اللننا ሁለት ሰዓት ከ30 ሲሆን ይሰገዳል ሁላችሁም ወደዚህ እንድትመጡ እንጠይቃለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላላህ
ክብራን ተመልካቾቻችን በደጋሜ እንኳን ለ1445ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይህ በዓል እንግዲህ መልካም ነገሮችን ያሳለፍንበት የረመዳን መጠናቀቂያን ተከትሎ የሚመጣ ልዩ በዓል ነው። በዚህ በዓል ወቅት መልካም ነገሮች በረመዳን ሲደረጉ የነበሩባቸው ግዚያቶች ናቸው። እነዛ መልካም ነገሮችም የሚቀጥሉበት ጊዜ እንዲሆን የምንመኝበት በዓል ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ይህ በዓል መልካም እንዲሆንላችሁ ቀደም ሲል በተለያዩ ቋንቋዎች መልእክቶቻችንን ስናስተላልፍ ነበር። አሁንም በዓሉ መልካም እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ የሆኑት ሼህ ሐሚድ ሙሳ ከዚህ ከአጠገቤ ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር አጠር ያለ ቆይታን የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ። ኡስታዝ አመሰግነውታለሁ። እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንግዲህ የረመዳን ወር በርካታ መልካም ነገሮች የሚተገበሩበት ወር ነው። በቀጣይ በዚህ በሚቀሩት ጊዜያቶችም የመማሪያ ጊዜም እንደሆነ ይገለጻል እና ከእናንተም የምንሰማው ይሄንን ነው። እንደው ምእመኑ ይሄንን በዓል ሲያከብር በቀጣይ ከረመዳን የወረሳቸውን ነገሮች ለማስቀጠል ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بكرميا انكوان لاند شيارات مطاربا مستنقى ومتى هجريا يعيد الفطر بعل بسلام عدرسات شهوبة السلام عدرسا كميكتلو عمت يا سلام يا عافية يا كبرات يا ادقات جزين دم ديون لن ملكا من يوتين بزيها قاتامي اقلت الله عيد الفطر مالت صومن قويتان يمنا فطربت عيد معناتنو صومن قويتان يمنا فطربت عيد كصوم من ماراچون تمرتوچ لقطايو 11 وراتوچ تكبراوي من نادرگبت ليت على بروگرام نو الله سبحانه وتعالى لما صوم يا بقان انيان سوچ انيان اللهم ما مسكن يغبانال لما صوم يالتادلو لزي عمت بالم يالتادلو ويم هوسپيتال تامو تنيتو አለም በተለያዩ ሰፈራሽ ሰበቦች ተፈናቅለውና ሁኔታው ሳይመቻችላቸው ቀርቶ ቀብርም የገቡ ሰዎች አሉ። እኛን ከዛ ሁሉ ሰውሮ ወደዚህ እንድንመጣና በዓሉን እንድናከብር ረመዳንን እንድንጾም አድርጎናል። አላህን ማመስገን ይገባናል። አላህም ሚለው ወሊቱ ከብሩላህ አላ ማ ሃዳኩም ወለዓለኩም ተሽኩሩን ለዚ አላህ ያበቃችሁን ጌታ እንድታልቁት እንድታከብሩትና እንድታመሰግኑት ተብሏል። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን እንላለን። በመቀጠልም እንግዲህ ዛሬ ዒድ ነው፣ ሮብ ቀን ነው። ዝናብ አለ በአካባቢያችን። ዝናቡ ግን በረድ እያለ ነው፣ ፀሐይም እየወጣች ነው ትታየኛለች። በቅርብ ያላችሁ ወደ ስታዲየም ሁላችሁም በመትመም ሶላቱን እንድትሰግዱ አሳስባለሁኝ። ሶላቱ የሚጀመርበት ወቅት እየተቃረበ ስለሆነ በቀጥታ ወደ በፍጥነት እንድትመጡም ጥሬን አቀርባለሁ በዚህ አጋጣሚ። ከዚህም በመቀጠል እንግዲህ ዒድ ማለት ደስታ ነው። ደስታ ሁሉ ጊዜም ያላህ ስጦታ ነው። ሀገራችንን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰላም አድርጎልን በዚህ አይነት ሁኔታ ደስታ ላይ የተሳተፈን ስለሆነ መደሰት ያልቻሉትን ሰዎች ማሰብም የግድ ይላል። መደሰት ያልቻሉት የሆኑ ሰዎች ወይ ተቸገሩ ናቸው ወይም ደግሞ ልዩ እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። በሸሪዓችንም ሶደቀተ ልፊጥር ዋጅብ የተደረገበትም ግዴታ የተደረገበትም ዋናው ምክንያት እነዚህን ነገሮች ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። ሁሉም ሰው ሶደቀተ ልፊጥሩን ሰጥቶ ነው ወደ ዒድ መስገጃ ቦታ መምጣት ያለበት። ሶደቀተ ልፊጥር ይሰጣል ለሚስኪን ነው። ማንም አካል ነው ይህንን መዋጮ መሳተፍ ያለበት። አንድ ቀን ከነለሊቱ ሊበላው ቤተሰቡን ሊያበላው የሚችለው ገንዘብ ያለው ሰው ሶደቀተ ልፊጥር በነፍስ ወከፍ ትንሹም ትልቁም ሴቱም ወንዱም ሁሉም የማውጣት ግዴታ አለበት። ያ ማለት ማህበራዊ ሴቶቻችን የሀገራዊ ማህበራዊ ሴቶቻችንም ሸሪዓው የሚደግፋቸው የሚያበረታታቸው ነገር መሆኑን ነው እየተቆመን ያለውና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይወፈቀን ሰዎች ሰደቀተ ልፍጥር ላይ እንበርታ ነው። ሌላው ከዒድ ሶላት በኋላ የዘመድ ጥየቃ ፕሮግራሙም እንደዚሁ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። እኛ አፍሪካውያን በተለይም የኢትዮጵያውያን የቤተሰብ ትስስራችን የጎላ ስለሆነ የሃይማኖተኝነት ስሜታችንም ያላላ ስለሆነ የቤተሰብ ግንኙነታችን ጠንካራ ነው። ሁሉም ሰው አመት በዓልን ተንተርሶ ሙስሊምም ሙስሊም ያልሆነውም አካል ቤተሰብን የመጠየቅና አመት በዓልን ቤተሰብ ጋር የማሳለፍ የደስታ ስሜቶች በየቦታው በየሃይማኖቱ በየአጋጣሚው ይገኛሉ። አሁንም ሙስሊሙ ማህበረሰብ
ዝምድና የሚቀጥልበት እርስ በርስ የምንጠያየቅበት ፍቅር የምንጨምርበት የቸገረን ያልቸገረው ለቸገረው የሚረዳበት አጋጣሚ ነው እና ይህንንም ግምት ውስጥ ማስገባት ይገባል። ሌላው እንግዲህ አገራችን ያለችበት ተጨባጭ ዓለም ካለበት ተጨባጭ ብዛም የተለየ ስላልሆነ ዓለማችን ያለበት ተጨባጭ ትንሽ ምስቅልቅሉ የወጣ ነው እና ለዓለምም ዱዓ ማድረግ አለብን። ለሀገራችንም በተለይ ዱዓ ማድረግ አለብን። ሁሉም ተግባብቶ ተሳስቦ ተዋዶ ተፋቅሮ ተቀራርቦ ተነጋግሮ ተቻችሎ በቃ ይችን መኖር እንዲችል በሚደረገው ዲፕሎማሲያዊ ጥረት በተጨማሪ ዱዓም ያስፈልጋል እና በዚህ መልኩ ሁላችሁም ለሀገር አንድነት፣ ለሀገር ሰላም፣ ለህዝብ ሰላም፣ ለዋጋ ንረትም ጭምር ዱዓ ያስፈልጋል። ማህበረሰባችን እየቻለው አይደለም። ያለውን የዋጋ ንረት ዓለም አቀፍ ጫና ነው፣ አገር አቀፍ ብቻ አይደለም። ሁሉንም አላህ በወንጀላችን የመጣብንን ችግር አላህ እንዲታረቀንና ችግሮችን እንዲቀይርልን ወይም እንዲያስተካክልልን ዱዓ እያደረግን አልሐምዱሊላህ እያል ተክቢራችንን እያል ሰደቀተል ፊጥራችንን እያወጣን እየተሳሰብን እንድናሳልፍ አሳስባለሁ። አመሰግናለሁ። ኡስታዝ በጣም ነው የምናመሰግነው። መልካም በዓል ይሆንለት። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ቀደም ሲል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ጠቅለል ያለ መልእክትና ያስተላለፉልን የሀገርን መነሻ አድርገው በአፍሪካ እንዲሁም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ መልካም ነገሮች እንዲስፋፉ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ያንንም ለማድረግ ደግሞ መበርታት፣ ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን መከተል እንደሚያስፈልግ ኡስታዝ አንስተውልናል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም ከዚህ ከስቴዲየም የበዓሉን ድባብ ወደ እናንተ እያደረስን ቆይታችን የሚቀጥል ይሆናል። አክበር ላኢላሀ ኢላላህ ወላሁ አክበር አላሁ አክበር ወሊላሂ አልሐምድ አላሁ አክበር ከቢራ ወልሐምዱሊላሂ ከሲራ ወሱብሃነላሂ ቡክረተን ወአሲላ لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مشاهدين الكرام ما زلنا ننقل لكم فعاليات عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وما زلتم تتابعوننا من الصباح الباكر والآن أتقرب وقت الصلاة ومعي الآن الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ حامد موسى ينقل لكم رسالة يوم العيد من هنا عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. ما هي الرسالة التي تحبون أن توصلوا إلى المجتمع الذي يتابع احتفال يوم العيد المبارك عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه المناسبة مناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1425 هجرية. أسأل الله عز وجل كما من علينا للقاء بهذه المناسبة الكريمة في هذا المكان أن يجمعنا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده الله علينا عاما بعد عام، وأن يرزقنا الفلاح والنصر، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رسالتي إلى المجتمع الإسلامي بأمور كثيرة، منها أن يشكر الله عز وجل على بلوغه هذا العيد، لأن العيد عيد فرح وسرور، فالسرور لا يأتي إلا من الله عز وجل، فهي نعمة كبيرة يسديها الله جل جلاله إلى عباده. فكثير منا من مات ودفن كما قال عز وجل ثم أماته فأقبره، وكثير منا كذلك في المستشفى يحس بمرض كبير ويعالج نفسه، لكن الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه من علينا أن وفقنا لصيام شهر رمضان المبارك وقيام ليلته لياليه، ثم بعد ذلك وفقنا الله عز وجل للقاء في هذا المكان الواسع الكبير الذي يجتمع فيه ملايين من الناس لأداء صلاة الفطر المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن يعيده عاما بعد عام، فيجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة
كما قال الإمام النووي رحمه الله يستحب لمن تجددت له النعمة الظاهرة أن يسجد لله تعالى شكرا، فالشكر نعمة عظمى. قال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم أدعو الأمة الإسلامية أن يكثروا من الدعاء، فالدعاء هو سلاح المؤمن، والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم هو وضع مزر جدا بل كبير للغاية، وأثيوبيا بلدنا هي من ضمن بلدان العالم لا تستطيع أن تفر من هذا الواقع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وأن يزيل عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل ما ظهر منها وما بطن، فهذه الأمور يجب أن تزال، ولكن بالدعاء يجب أن ندعو الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه، وأن نواسي المسلمين منهم الفقراء والمساكين بالصدقة، صدقة الفطر وغير ذلك، وكذلك أن نتواصى فيما بيننا بزيارة الأهل وصلة الرحم والجلوس مع الأقارب وكثرة العفو، وإذا حدثت أي مشكلة فيما بين الناس فهذه الأمور التي أنصح بها المجتمع المسلم، فلا تنسونا من صالح دعائكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا ويجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الفضيل. مشاهدينا الكرام، نشكر الأمين العام للمجلس الأعلى الشيخ حامد موسى على هذه الوصية الطيبة التي قدموها لنا، وتابعونا عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي ننقل لكم فعاليات الأحداث يوم العيد من هنا من استاد أديس أبابا أولا بأول، وكونوا معنا إلى أن نكمل الاحتفال بعيد الفطر المبارك. البشر الله أكبر الله أكبر واجعل خبر من رب البشر. الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم، تكبير ذكروا حسيت مرتو ارقاف سكنت سلام ستو ليو منفس يم يا جرالو يا دستا جنكن عيد زارينهو يا دستا جنكن عيد زارينهو. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. عيد مبارك عيد مبارك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر 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 الله الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 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 الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سبحانه الله أكبر سبحانه الله الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلاة الله الكبير الأكبر يقارنها سلام أوفر عدد الحصى وعد الحجر وعد الورق وعد الثمر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما قد مدى القضاء والقدر على خلقه من خير وشر بآزاله كما قد عبر من غير زيد ولا يقصر ولا يقدم ولا يؤخر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله حمدا مكثرا على ما أولى ولا يقدر الله أكبر الله أكبر بعد ولا كيل لا يسر الله أكبر الله أكبر كما في الكتاب حقا مسطر الله أكبر الله أكبر خصوصا على ما هو الأكبر الله أكبر الله أكبر عن نعمة الإيمان الأوفر الله أكبر الله أكبر ونحمده حمدا موفر الله أكبر الله أكبر على ما أولى ولو قد رزر الله أكبر الله أكبر من هذا الإيمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر عد ما برى في البحر والبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله صلاة الله الكبير الأكبر الله أكبر الله أكبر يقارنها سلام أوفر الله أكبر الله أكبر عدد الحصى وعد الحجر الله أكبر الله أكبر وعد المدر وعد الشجر الله أكبر الله أكبر وعد الورق وعد الثمر الله أكبر الله أكبر على المصطفى من بين البشر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر أكبر በየፍተሻ አካባቢ ትንሽ ፍጥነት ይጎድላል እየተባለ ነው ህዝቡ ወደዚህ በብዛት እየመጣ ስለሆነ እንዲሁም ሰላት ለመስገድ የቀረን ጥቂት ደቂቃዎች ብቻ በመሆናቸው እባካችሁ ፍተሻ አካባቢ ፈጠን ፈጠን እንድታደርጉልን እንጠይቃለን ሰላታችንን የምንሰግደው ቀደም ሲል ባሳወቅነው ሰዓት ልክ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ከ30 ላይ ስለሆነ የመጣው ህዝብ ሳይሰግድ እንዳይመለስና እንዳይጉላላ እንዲሁም በርካታ ህዝብ እየመጣ መሆኑ እየደረሰን ስለሆነ እባካችሁ ፍተሻ አካባቢ ፈጠን እንድታደርጉልን እንጠይቃለን አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላላህ الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر 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 محمد حمدا موفر الله أكبر الله أكبر لا مولى ولا قدر زر الله أكبر الله أكبر هذا الإيمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا يذبل ولا يحصر الله أكبر الله أكبر لغير الباري الله أكبر الله أكبر سبحانه الله صلاة الله الكبير الأكبر الله أكبر الله يقارنها سلام عوفر الله أكبر الله أكبر عدد الحصى وعد الحجر الله أكبر الله أكبر وعد المدر وعد الشجر الله أكبر الله أكبر على المصطفى من بين البشر الله أكبر سبحانه الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه وقد روينا من بين الخبر الله أكبر الله أكبر الله الباري اختار البشر الله أكبر الله أكبر واختار منهم هاتيك الأحمر الله أكبر الله أكبر واختار منها القريش العبر الله أكبر الله أكبر واختار منها بني ذاك العمر الله أكبر الله أكبر ويمر لا نجل القمر
الله أكبر سبحانه الله الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله ثم صفه الجواد الأبر الله أكبر الله أكبر من نسل أمر وكان الأخيار الله أكبر الله أكبر من بين الخيار كما في الخبر الله أكبر الله أكبر بديع الفطرة لله الأكبر الله أكبر الله أكبر عديم المثل من بين الفطر الله أكبر الله صلى وسلم عليه الأكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله ولا لزم صاحبه المعمر الله أكبر الله بطاعته ليلا ونهار الله أكبر الله عسرا ويسرا كذا في السفر الله أكبر الله كما في الحضر وما تقصر الله أكبر الله الله أكبر سبحانه الله أكبر أكبر سبحانه الله أكبر أهون يا صلاة مسجد وقت لاي نجني علن سلزي ولاتشوم بيالاتشوبت مجمرك أوتش بلاتشو بوتاتشون تيزولنا لاتشو በየፍተሻው አካባቢ ያላችሁ ምእመናን ይህ ድምጽ ይስማል የማይስማ ከሆነ ደግሞ በኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ በቀጥታ እየተላለፈ ይገኛል ሌሎች የኤፍኤም አማራጮችም አሉ ስለዚህ እነሱን በመከፈት በያላችሁበት ሰላት እንድትሰግዱ እንጠይቃለን እዚህ ግቢ ውስጥ ያላችሁላችሁም መጀመሪያ ቆጭ በሉልን ከዚያ በኋላ በቀጥታ ወደ ሰላት የምንገባበት ሰዓት ይሆናል ማለት ነው ተዘጋጁ ሶላት ሊጀመር ስለሆነ ዝግጅት ይፈልጋል ይያሉ ነው አምና ትንሽ ሰው ሰላት ስላመለጠው በሚል ነው ሰፋችሁን ያስተካከላችሁ ውጭም ላይ ያላችሁ ሰፋችሁን ያስተካከላችሁ ለሁለት ደቂቃ ተክቢራ ፈቅደዋሉ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ወደ ሰላት ይገባል الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر فلله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا الله اكبر الله اكبر لله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر فلله الحمد الله اكبر اكبر الله اكبر لا اله
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر صلاة العيد أثابكم الله صلاة العيد أثابكم الله استو استو صف استكاخلوا بيالا شوبت قبل أن اقتاجا تبقوا تنش ومن على دلم السلام عليكم السلام عليكم صف استكاخلوا قبل أن اقتاجا تبقوا صلي صلاة العيد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 الله أكبر. عدد ما هل هلال وأنور. الله أكبر. عدد ما تأمل متأمل في الكون وفكر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كلما صلى مؤمن وأناب. الله أكبر. كلما رجع مذنب وتاب. الله أكبر. كلما عاد العيد وآب. الله أكبر. عدد ما كبر المكبرون. الله أكبر. عدد ما استغفر المستغفرون. الله أكبر. كلما صام الصائمون وكلما شكره الشاكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الحمد لله بجميع محامده والشكر له على جميل عوائده. الله أكبر لا إله إلا الله سبحانه وبحمده. تقدست صفاته وحسنت أسماؤه. توافر بره وتكاثر عطاؤه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تمت كلمته ووسعت رحمته وعمت نعمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خاتم أنبيائه سيد أوليائه صلى الله وسلم وبارك عليه أتقى البرية وأزكاها وعلى آله وأصحابه
أفضل الأمة وأفضل الأمة وأتقاها والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلواتا وسلاما وبركات لا تتناهى. معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وأطيعوه. أيها المسلمون أعيادنا أهل الإسلام يرفع فيها ذكر الله فهي أعياد التكبير الله أكبر الله أكبر. وفي الأسر زينوا أعيادكم بالتكبير وأصدق من ذلك وأبلغ قول الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال عز شأنه لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. في أعياد المسلمين يتجسد هذا التكبير ويعلن ويعظم في كلمات ذات عزة وبهجة يرددها المسلمون في أعيادهم فرحة وقوة وابتهاجا وعبادة. يكبرون في المساجد والأسواق والمنازل والطرقات رجالا ونساء مقيمين ومسافرين في كل مكان وفي كل حال. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى. يقول الله تعالى يوصي خلقه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. كلمة أوصى الله بها خير خلقه وأتقاهم له محمد بن عبد الله يا أيها النبي اتق الله. كلمة التقوى هي صفة أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. واشكروا الله على نعمه المتوافرة وآلائه المتكاثرة. هذا يومكم يوم عيد جديد فلنتق الله في أوامره التي أمرنا بها امتثالا وتطبيقا وما آتاكم الرسول فخذوه ولنتق الله فيما نهانا عنه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة اتقوا الله في أخباره فصدقوها وأيقنوا بها ومن أصدق من الله قيلا. اتقوا الله في وعده فارجوا ما عند الله وثقوا بوعد الله وأن أعمالكم الصالحة لن يبخس منها شيء فلا يخاف ظلما ولا هضما. اتقوا الله في وعيده فاحذروا بأسه ونقمته إن بطش ربك لشديد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اتقوا الله في صومكم وفي فطركم واتقوا الله في سركم وعلانيتكم فمنهم مبدأ وإليه المصير. أمة الإسلام أفطر المسلمون ففرحوا بفطرهم وحق لهم أن يفرحوا حيث فرحوا يفرحون بإكمال الصيام امتثالا لأمر ربهم الذي قال لهم فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمة الإسلام لنحمد الله تعالى على هذا الدين القويم. أيها المسلمون عيدنا جديد في يومه أصيل في نفسه فله ارتباط قوي بركنين من أركان إسلامنا. أمة الإسلام في عيدنا تجديد اللقاء صلة الرحم تقوية أواصر المودة بين الإخوة زيارة المريض تفريج هم المهمومين وكرب المكروبين والتيسير على المعسرين لتكون فرحة العيد فرحة شاملة للجميع. الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عاد الإسلام غريبا في عبادته فاستخف بالصلاة وضيعت الزكاة واستخف بشعائر الإسلام بين من ينتسبون إلى الإسلام وللأسف الشديد. عاد الإسلام غريبا في معاملاته فإذا ذكر الربا وأن الله حرم التعامل بالربا وجعل التعامل به حربا لله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله استغربوا هذا الأمر وقالوا الربا من ضروريات العصر فاستبدلوا البيع الحلال بالربا المحرم واستبدلوا الشرك والبيان والوضوح بالكذب والغش والخيانة فأكلت أموال الناس بالباطل فرفع الله البركة من أموالهم. عاد الإسلام غريبا في حمايته للأعراض بين أقوام استباعوا السفور وحاربوا الحجاب ودعوا إلى الرذيلة باسم الفضيلة معاكسة لفطرة الله. عاد الإسلام غريبا حينما جاءت أوامره تلزم الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الأمر بكل ما يحب الله والنهي عن كل ما حرم الله، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمام أمان هذه الأمة وسياج منيع يحفظ الدماء والأموال والأعراض، وتدخل الشباب وتدخل الشباب المنحرفون السطحيون الذين لم يجلسوا على مائدة العلم وشوهوا أسلوب الدعوة وفرقوا بين المسلمين في أنحاء العالم، ليس في بلدنا هذا فحسب ولكن في أنحاء العالم، في العرب والعجم فرقوا بين المسلمين باسم الدعوة، فرأوا الباطل حقا والحق باطلا، ورأوا البدعة حقا والسنة باطلا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الآية: عاد الإسلام غريبا في أحكامه، ولا ترى في العالم الإسلامي محكما لهذه الشريعة حتى في الدماء. عاد الإسلام غريبا، تكاثرت وتكالبت على الإسلام دول الكفر والضلال، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقد وعدنا الله إن صدقنا في إيماننا النصر والتأييد والتمكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. كل عام وأنتم بخير. يا إيد الفطر بال يا إيد صلاة بزي بستاديوم بسلام تتناكو انغريخ حزب مأمنو يا انغريخ يا خطبة سنسراتون تكتاتلو ودا يمتابت يتملز يعلبت ساعة لين ويمن نغنيوم የኢድ ሶላት እንግዲህ በርካታዎች ተታደሙበት እጅግ በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብ ሙስሊም በዚህ ስፍራ ላይ ተገኝቶ የታደመበት የኢድ ሶላት ነበር። እጅግ በጣም ደማቅ እጅግ በጣም ውብ የሆነ የኢድ ሶላት ነበር። እንግዲህ የኢድ ደስታ ተደጋግሞ የሚመጣበት የደስታ ቀን እንደሆነ ይታወቃል። ለህዝብ መመኑ ከዚህ በኋላ ያሉት ግዚያቶች የመጣያቂያ የቤተሰብ የመዘያየሪያ ጊዜዎች ናቸው የሚሆኑት። መልካም ነገሮችም እንግዲህ በእነዚህ ቀናቶች ይወደዳሉና በርካቶች መልካም ተግባራትን መልካም ነገሮችን ይከውኑባቸዋል በእነዚህ ቀናቶች ማለት ነው። ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን የኢድ ሶላት ስነ ስርዓቱ ተጠናቆ ቀደም ሲል በተከታተላችሁት መልኩ የታላቁ አንዋር መስጂድ ኢማምና ሐጢብ የሆኑት በሳቸው መሪነት አማካኝነት ይህ የኢድ ሶላት ተከናውኗል። እንግዲህ በዚህ የኢድ ቀን ላይ በርካቶች ታድመዋል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንትን ጨምሮ የአዲስ አበባ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንቶች በዚህ የኢድ ሶላት ላይ የተሳተፉበት ነበር። በርካታ ህዝበ ሙስሊሙ በርካታ ምእመኑን በዚህ ደስ በሚለውና በተለየው የኢድ ቀን ስነ ስርዓት ላይ የታደመበት ነበር። አሁን እንግዲህ ወደ ቤት የመመለሻ ሰዓት ላይ ነው ያለው። እንግዲህ ተረጋግቶ በሂደት ተክቢራ ያለ በመጣበት መልኩ የሚመለስ ነው የሚሆነው። ክብራን ተመልካቾቻችን አሁንም እዚህ የሚኖረንን ሁነት ወደ እናንተ ማድረሳችንን በተለያዩ ቋንቋዎች የምንቀጥል ይሆናል። الأحياء منهم الأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم وارحم الأحياء ويسر أمورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا والسلامة في ديننا والعافية في أبداننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وعافية. اصرف عن بلدنا البلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والقحط وغلاء الأسهار وجميع الآفات. إذا قمتم تتا دعوت تكينيا سرني كدنا أيانا إديال فتركن وقا كوتا كوبري بفيو فرتب شنفا سرنا هو آتنا في ستاديمي في مفيني تكيكي فمات كيني توري إذا قمنا نراوت مراني رواب ما كان حواسني في مرفتون نيامان تام سليما غرا باكا رفاني تديبيات كان سانتراني أيانا كوني سيقا بفهو آتنا إذا كانيني كابا جميع تجرو سرني كان ገጌ ፈመት ከነጅሩ ካናቦደ ሰጋ ወርደፍቶ እንደያመጥቻ
gara mana isani ti debut dani saganta gara gara kan kope sana ka te daga kan no de fanni ti jiru sanni kodu yokan smo madi wali kodu dani nyata kanina ka kande yida finne kodu dani hayani cha mana mana isani ti halli tin kaba jani le kana boda kan rawo ta makate daga kan samme ti jiru hayani ci wal magala ga hawasni hodofto ni amanta muslima gara mana isani ti ro debian sirno ta gara gara rawochu dani ga hayani cha kan kaba jana ka te daga san ibsani ti jirani kesuma yu dudan ayani cha kan bati to kodafi hawasni ordofto ni muslima gege sati turen gara ful durat sega guya kana kofa kan dabo yontane gara ful durat hawasni akuma yero soma fi ayana kana kesa ta sati turani gara ful durat sega erga kana dabar sani wali fi dadaba brada bacu akasuma sarga kandesa degeru fi ojiwon gaggare bati kana kesa jota ma turani tu ofisi surati sille ojim ballano jota ma ka kamane ga hordoftoni nutribizne kasani tejiru ayana timi fakana gegge fameti kanjiru ega baga gesani rade bidani ayana hida barakati bagati singe hordoftoni amanticha duwan gara gara jirtan bagati singe ayana chayana gari sinifato لنا اول يدوم وجهك السعيد ويكون العيد من شوال عيد الفطر والنوال للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربي ايها العيد مرحبا بك يا عيد من جديد انت اقبلت زائرا فلبسنا لك الجديد قلت وانا وانا سن عيد وليال عيد مبارك عيد العافيه سنه ولبي انه عافيه قمنا waxaan ku suganahay garoonka weyn ee magaalada Addis Ababa halkaas oo ay soo gudo wada bixeen shacab weynaha ku nool ee muslimiinta ah ee magaalada Addis Ababa milyanaad muslimiin oo ku nool magaalada Addis Ababa ayaa soo gudo baxay garoonka weyn ilaa kabaabigiisa ilaa laga gaadhay square-ka masqalka ilaa laga gaadhayo meelo badan oo dhulka macnaa aaga garoonka iyo inta square-kiisa kamida ay soo gudo baxay muslimiinta ku dhaqan magaalada Addis Ababa halkaas ay ku oogeen mid ka mid ah shacaabta Islaamka ee weyn taasoo ah salaada Ciidul Fidriga taasoo loo oogo sanad walba marka soonta salaada soonta laga soo baxo kadib Ciidul Fidriga iyo salaada oogitaankeeda ayaa ah isku xasuusashada iyo jacaylka mid lagu muujinayo isku xinaashaha iyo shacaabta Islaamka lagu weyneynayo ayaa ka mid tahay daawadayaal tan horeba inigu soo sheegay salaada Ciidul Fidriga ayaa la tukadaa kadib marka la bixiyo sagaada Fidrigaas oo loo bixinayo si soontii aynu soo soo sanayn macnaha xadiiskii Nabiga ayaa ahaa soo kala soo soomo waxa uu ku sugan yahay samada sagaada Fidriga ayaana kor u qaada oo aqbaladiisana dhameystirta taas ayay kadib marka la bixiyo ayaa salaadana loo tagaa oo la tukadaa salaad waxa ay ka mid tahay iyo isku soo baxa wuxuu ka mid yahay mid ka mid ah shacaabta Muslimka ee ugu weyn sida uu sheegay sheekhi khudbada akhriyay sheekhu waxa uu aad ugu dheeraaday oo khudbadiisa uu kaga waramay waxa ka mid ah daawadayaal jacaylka islaamka iyo macnaha in qoliyo islaamku ay jacayl iyo isqadarin badan ay muujiyaan inay sii wadaan jacaylkii lagu yaqaan islaamka waxa uu sheegay sheekhu in horey iyo caadi ahaanba hore loogu yaqaano muslimka lagu yaqaanay waxa uu nabigu yiri xadiis ahaa suuudintu ku bilaabatay qariib waxayna ku dhamaanaysaa qariib da'an ya ramadan utta alayna birridwan bika albashairu qad ammat wan nafahatu tawazzat awhashta ya shahr as-siyam shahr at-tarawih wal qiyam wada'an ya ramadan utta alayna birridwan الله اكبر ما صمنا الله اكبر ما صلينا اوهشت يا شهر الصيام شهر التراويح والقيام وداعا يا رمضان عدت علينا بالرضوان انت شهر كله خير جاء فيك الفتح والنصر اوهشت يا شهر الصيام شهر التراويح والقيام وداعا يا رمضان عدت علينا بالرضوان سجلت لنا نصرا في بدري منحتنا ليلة القدر أوهشت يا شهر الصيام
شهر التراويح والقيام وداعا يا رمضان عدت علينا بالرضوان أنت شهر الخير والهبات شهر العطايا الوافرات أوهشت يا شهر الصيام شهر التراويح رمضان عدت علينا بالرضوان بك المساجد عمرت بك المصابح نورت أوهشت يا شهر الصيام شهر التراويح وال سلام عليكم يتوان حكم راس سمعتنا مبل حارش حنا 445 حاموش انا مت حجرا بعد عيد الفطر رابي ستاديوم ترخبنا بعد صلاه العيد لكم اللي هم تزازم قد تافروا تلفزيون اي بي سي نم صلاة العيد سجدوا عامتي وقد تا بسلام نقول زهر اللي خنا تاتي زلنا نحن ونبدي بقول لنا قان قاتات تا أبدي بقد تافنا وبقول لنا قان قاتات بمخانا محل لنا كمينا سرحنا لذي كلهم ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبلنا نقولهم تعبدي أمنة إسلامنا أنكو عن حدش إحنا أربعة من أربعة حام مشتن عامة هجرة تخبر بعد عيد الفطر بسلام أبزحكم من نبلنا أبدي مرقتنا هنزادم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شهر الصيام شهر التراويح والقيام وداعا يا رمضان عدت علينا بالرضوان سجلت لنا نصر عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير ما زلنا ننقل لكم أحداث فعاليات صلاة العيد المبارك عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري من استاد الكبير من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي بجميع اللغات المحلية والعالمية وها الآن تم أداء صلاة العيد بسلام وتوجه المصلون إلى بيوتهم وصلى بالحاضرين إمام مسجد أنوار الكبير الشيخ طه هارون وقام بالخطبة وانتهى الآن من الخطبة وتوجه الجميع بالسلام بدون أي خلل وبدون أي شيء إلى بيوتهم وأوصى الإمام في خطبته إلى وحدة وتماسك المجتمع والتعاون وتقاسم ما عندهم في هذا اليوم المبارك الذي تصود فيه البهجة والسرور كما أوصى إلى الحفاظ على الأمن والسلام وتقوى الله سبحانه وتعالى بعد رمضان كما كان في رمضان أي أن تدومت جميع الأحوال التي سادت المجتمع من الرحمة والوحدة والحب في رمضان وبهذا نستمر في نقل هذه الأحداث لكم مباشرة وكونوا معنا إلى نهاية البث المباشر عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي قسم اللغة العربية بعيد الفطر وفرحنا الله أكبر ما صمنا الله أكبر ما صلينا الله أكبر ما كبرنا بعيد الفطر وفرحنا الله أكبر ما صمنا الله أكبر ما صلينا الله أكبر ما احتفلنا بعيد الفطر وفرحنا بالخير علينا مرحبا قد جاي عقيتك عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال سينك الحكوي أزاكو ألف يا فربوري مروتون كي يكون هايتو عيد الفطر هي عفايدة عدي صباح استيديا ملي ديبرو طبعا كينا مساعة تقدبا حانما ألافات الله سمهتا dari fafik temete ta muslimin ummata ille ke itimaka addis abah stadium al asaka dum hasani hi awaki hudur kadu idi salata ka gaba kala ka khutba kadu gaba ka kana ba kala ni awaki hudru a way saraha ummata la sinni dab'a fanha an dab ku geytinta hay a idi afayda addis abala asaki ma hasata ala fata lo sinta ta muslimin ummata ille ge itimaka adin ci gura disiga deni hi agita ka id mubarak taqabbalallahu minna wa minkum salih al a'mal sinikina ولله الحمد
au stade d'Addis Abeba pour vous diffuser la cérémonie de la fête de l'Aïd al-Fitr. Et maintenant, la prière a été achevée, dirigée par l'imam de la grande mosquée d'Anwar, Cheikh Taha Mohamed. Et maintenant, la prière s'est achevée et les fidèles sont en train de sortir du stade d'Addis Abeba. Et après, ils vont aller à la maison pour célébrer la fête avec leurs voisins de n'importe quelle religion. Et ils vont aussi visiter les uns les autres dans la famille. Et ils sont en train de sortir du stade d'Addis Abeba et la cérémonie était, comme vous l'avez suivi, assistée par les représentants du gouvernement et les fidèles de tous les coins de la ville d'Addis Abeba. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur ETV. Merci.